محمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا محمد، حضرتك اتفضل الله. سامعينك. حضرتك بس كنت عايزة أقول للدكتور بس على التعب عندي في ال اتفضل أنا الدكتور سامع. بالنسبة للمية عندي دكتور بتنزل، بس بتنزل زي واخدة دوران كده ملفوفة، ولما بخلص الحمام بيحصل لي زي تنقيط في الآخر. تمام، هي دي الشكوى بس؟ يعني انت كشفت او حاجة؟ هي دي الشكوى الوحيدة اللي انا عندك؟ كشفت قبل كده وقال لي التهابات، خدت العلاج التهابات. ما ارتحتش فبطلت. عمرك كام سنة يا أستاذ محمد؟ انا عندي 40 سنة يا دكتور. 40 سنة. تمام. ما فيش حرقان في البول؟ مش باستمرار. يعني بيجي احيانا حرقان في البول؟ احيانا حرقان في البول واحيانا لا. حضرتك متزوج؟ متزوج. في أثناء العلاقة الزوجية أثناء القصف في ألم أثناء القصف؟ لا. في ألم في المنطقة اللي في ظهر كيس الخصية وأمام فتحة الشرج اللي هي منطقة العجام من تحت؟ لا. في ألم في أسفل السرة في المنطقة اللي فوق عظمة الحوض في أسفل السرة؟ لا. مع إحساس التبول لما بيجي لك بيجي إحساس طبيعي ولا إحساس حاد؟ مش في كل الاوقات، احيانا ما بلحقش نفسي ان انا اخش الحمام، بس في بعض الاحيان التانية عادي. يعني انا ممكن اكون شعوري ان انا عايز اخش الحمام، بس يجي لي ان انا عايز اخش بسرعه، ما اقولش مش مستحمل. يعني في لهفه اثناء دخول الحمام؟ بس مش في كل الاحيان يا دكتور. وعدد مرات التبول زايد ولا ضعيف؟ لا لا، طبيعي طبيعي عدد مرات التبول. واللون البول مش مغير ولا ريحته لون مغيره؟ البول في اصفرار شويه بس مش في كل الاحيان. ومعدل شربك طبيعي بتشرب؟ معدل الميه الشرب طبيعي. معدل الشرب طبيعي. والبول قلت لي بينزل ضعيف. بينزل ضعيف وملفوف كده يا دكتور. طيب انت اكمل حضرتك بتحتاج في لمراجعه طبعا طبيب مسالك، هتحتاج اكتر من حاجه. هتحتاج الاول نطمن بتحليل بول ان ما فيهوش اي حاجه، هنحتاج نعمل حاجه اسمها اختبار دفع البول. اختبار دفع البول ده اختبار بسيط بتعمله في مراكز متخصصه لدفع البول، عبارة انك بتبول في زي قمع كده متوصل بجهاز لقياس قوة دفع البول، وبتوري التحليل دوت او الفحص دوت للدكتور بتاعك بيحكم اذا كان فعلا في انسداد، ومش انسداد بس، شكل الانسداد دوت بيؤشر ان في مشكلة في تحت المثانة او في المثانة، وبيبدأ بقى معاك العلاج المناسب. فما نكتفيش انك طبعا من خلال الحلقة، انت محتاج تزور حد ومحتاج تعمل اختبار دفع البول سمي. وتحليل بول، والدكتور يراجعك ونبدأ العلاج من النقطة دي ان شاء الله. ألف سلامة عليك وبنشكرك.